جورج سيفتون صوت الانفل ضيفنا النهارده في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. خليني في البدايه طبعا ارحب بيه واشكره شكرا جزيلا، طبعا شرف لينا انه يظهر معانا على شاشه الاهلي طبعا في السادسه. بشكرك بدايه على وجودك معانا وشرف عظيم لينا استقبالك من خلال الفيديو كونفرنس. مع بالغ سروري في تواجدي معكم. خليني في البدايه ابدا مع تاريخ طويل واعتقد مشوار كبير جدا قضيته مع الليفر، ليه بدايه اخترت الريدز وايه مدى ارتباطك وايه اللي بيميز الريدز والانفيلد وجمهور الانفيلد من وجهه نظرك عن باقي الانديه في انجلترا؟ ولعي وتميز ليفربول ولعي بالليفربول كان من البدايه. أنا دائما ما كنت مشجع ليفربول ودائما أتابع ليفربول في كل المباريات. أنا كنت في يوم من الأيام واحدا من الجماهير المشجعين، والآن لمدة 50 عاما أنا الآن معلق للنادي. كان الأمر رائعا أن أتواجد كل هذه المدة في ليفربول. ليفربول طيب خليني أسألك على أهم اللحظات التاريخية اللي حضرتها كمعلق داخل الأنفيلد مع الأجيال المختلفة من ليفربول، إيه الحاجات اللي مش ممكن تغيب عن ذهنك أو الحاجات اللي محفورة في ذاكرتك؟ بالطبع يوجد لحظات كثيرة، منها أول يوم أعمل في الأنفيلد كنت مرتعب وكنت أشعر بالقلق الشديد، وبعد مرور هذه السنوات وفي عام 1970 في نهائي بطولة أوروبية كان الأمر رائعا، وعام 2001 كذلك، وعام 2005 في نهائي بطولة أوروبا أمام الإي سي ميلان، وأدينا مباراة قبل نهائي رائعة أمام تشيلسي أيضا، كانت ليلة رائعة لجماهير ليفربول. كان مررنا بلحظات رائعة في قبل نهائي هذه البطولة. هذه كانت أفضل الليالي التي مررت بها في ليفربول. كان مثابة فيلم بالنسبة لي، لم يكن الأمر كأنه حقيقي. أن تبات ليلة رائعة كفائز في هذا اليوم كان أمرا رائعا. ايه اللي اتغير من اول ما بديت مشوارك في الانفيلد لغايه النهارده؟ بالتاكيد مشوار طويل، في عدد كبير جدا من الاجيال وفي عدد كبير جدا من النجوم لعبوا لصالح ليفربول، وبالتاكيد في انجازات كتيره جدا، لكن من البدايات وصولا لغايه النهارده ايه اللي اتغير في الانفيلد؟ ايه اللي اتغير في ثقافه جماهير الكره في الانفيلد؟ التغيرات كبيره من بدءا من الاستاد والمباني، والامر واضح جدا. فالنظام الان الذي يدير النادي نظام ممتع جدا. يوجد الان نظام مختلف عما كان من قبل يدير النادي ويدير الاستاد. الأمر كان صعبا في الماضي، لكن الآن بالنسبة للأنفيلد أصبح استادا وملعبا رائعا، وأصبحت المدرجات مذهلة. لديك زوايا رؤية رائعة عما كان قبل، تستطيع أن ترى اللقاءات بشكل رائع. لدينا بالفعل تغييرات جميلة. بمناسبة الكلام عن الأنفيلد، في كلام على بعض التوسعات وعملية تطوير مفترض أنها تحصل في ملعب الأنفيلد، برضو ممكن نعرف منك آخر تفاصيلها؟ التغييرات بدأت في الملعب القديم. كان لدينا 45,000 مشجع، والآن سيكون لدينا 61 أو 63,000. التصميم أصبح عملي جدا وأصبح رائع جدا.
وأمر يجلب السرور لأي مشجع ليفربول أن يرى الاستاد. لو كلمتك عن كرة ليفربول بداية، هل من الممكن أنك أنت تختار أو تميز بين الأجيال اللي لعبت لصالح ليفربول؟ مين هو أفضل جيل من وجهة نظرك؟ من فضلك اعد السؤال مره اخرى. بسالك على من وجهه نظرك، وانت كنت حاضر على اجيال مختلفه لعبت باسم ليفربول ولبس التيشيرت النادي، مين افضل جيل من وجهه نظر جورج سيفتن في الاجيال اللي لعبت لصالح ليفربول؟ مستر سيفتن، اعد السؤال يا استاذ احمد. بطلب منك تختار مين افضل جيل او افضل فريق مثل ليفربول على مدار التاريخ اللي انت كنت حاضر وشاهد عليه في ملعب الانفيلد. حسنا، كان لدينا فرق رائعة على مر التاريخ. الأمر صعب جدا أن أختار جيل محدد. كان لدينا لاعبين رائعين، كان لدينا نجوما كثيرين على مر تاريخ ليفربول. الأمر صعب أن تختار. أنا لازلت مشجع كرة القدم في المقام الأول، فالأمر طب كمشجع أعتقد أنه أعتقد أنها متعة كبيرة جداً أنك أنت تتابع مشوار ليفربول الطويل جداً والممتد في بطولات محلية أو بطولات أوروبية. قبل ما أسألك على نجوم ليفربول، خلينا أسألك على أهم النجوم اللي أنت شفتهم وتابعتهم، مش بس كمعلق في الأنفيلد لكن كمشجع كمان لعبوا قدامك في ملعب الأنفيلد. كيني دالغليش هو واحد، هو الأفضل بالنسبة لي. اختار ديني كيني دالغليش، هو اختاره كافضل لاعب في تاريخ ليفربول. ولو سالتك عن الفرعون محمد صلاح، بدايه انضمامه لليفربول، هل كان متوقع ليه النجاح الكبير اللي حققه مع الفريق؟ عايز اعرف منك ازاي استقبلته جماهير الانفيلد، وكانت ايه توقعاتك انت شخصيا لمحمد صلاح في بدايه مشواره؟ حسنا، صلاح حينما أتى إلى ليفربول لم نكن نعرف الكثير عنه. من اليوم الأول الذي أتى به إلى ليفربول بدأ كأنه بطلا. الأمر أذهل الجميع من مشجعي ليفربول، الكل كان سعيدا. إذا رأيته يلعب في ملعب ليفربول أو إذا رأيته في الشارع أو يذهب إلى محل التسوق، الأمر كان رائعا. نحن نعرف صلاح جيدا الآن، لاعب جيد ولا يزال محمد صلاح لاعب رائع وشخصية رائعة. من أول يوم أتى فيه لليفربول حتى الآن ومر العديد من السنوات، هو نموذج للاعب الرائع الذي تود أن تراه في ناديك. وليس فقط لاعب كرة رائعة، ولكن الجميع يحب محمد صلاح على المستوى الإنساني. خلينا نتكلم أكثر على رأيك في نسخة ليفربول السنة دي. معظم الفرق الإنجليزية الكبيرة اللي بتنافس على اللقب عملت ميركاتو قوي جدا، يعني المان سيتي أعتقد صفقة جاك جريليتش في منتهى القوة، بنشوف مانشستر يونايتد ثلاث صفقات من العيار الثقيل، سانشو، بنسمع امبارح عن رونالدو، ومن قبلهم المدافع الفرنسي فاران، لوكاكو مع تشيلسي، وتشيلسي الحقيقه يمكن مع توماس توخيل ليه مردود قوي جدا في الوقت اللي ليفربول ما عملش صفقه من العيار الثقيل. في بعض الكلام عن اهتمام ليفربول بضم مبابي، يهمني اسمع رايك في ميركاتو ليفربول في الصيف ده. بداية للتحدث عن هذا الأمر، يظل لدينا يومين أو ثلاثة في سوق الانتقالات، لا نعلم ماذا سيحدث. ليفربول أجرى صفقات رائعة قبل ذلك ولديه فريق رائع. استخدم هارفي إليوت،
وصعده الفريق الأول. فما سيحدث الآن في الأنفيلد؟ لدينا الآن لاعبين رائعين بالفعل بعقود كبيرة، ولا يعلم أحد ماذا سيحدث في الأربع أو الخمس أيام القادمة في سوق الانتقالات. ربما نشهد مفاجأة، ممكن نرى مهاجم آخر في ليفربول يكون مفاجأة للجميع. إن الأمر ليس كما يبدو. الاسم اللي أنت تتمنى أنه يكون موجود مع سكواد ليفربول، مين اللاعب اللي تتمنى وجوده يكون إضافة من وجهة نظرك لفريق ليفربول؟ حسنا، هذا سؤال جيد. أنا أرى أن الفريق رائع، لكن اللاعب برايتون بوساكا هو لاعب جيد جدا ويناسب الطريقة التي يلعب بها ليفربول. لو طلبت منك تستدعي أهم هدف أحرزه محمد صلاح مع ليفربول من وجهة نظرك وتعلق لنا عليه مرة تانية على الهواء دلوقتي. ممكن نفتح صوت جورج سيفتن. حسنا، أهم هدف ربما البنالتي ركلة الجزاء أمام توتنهام في نهائي تشامبيونز ليج. And the pressure on Mo must have been awful, but he scored the goal and أحرز الهدف وتوجه للجماهير، كان الأمر رائعا بالنسبة لي. Maybe we just want to keep him safe. We need all our players to have a. يجب أن نحافظ على محمد صلاح. محمد صلاح لاعب رائع ومفيد لأي فريق يلعب له. The big thing about Jurgen Klopp, he can make players happy even though they're not playing in the first team. They all know they're all part of a big, big family, and that's the way. كلنا نعرف أن ليفربول عائلة كبيرة ويجب أن تظل كذلك. أنا عايزك تستدعي اللحظة أو الثانية قبل ما محمد صلاح يسدد ضربة الجزاء وتعلق لنا عليها أثناء تسديدها وتحقيق الهدف ورد فعل الجمهور في الملعب. حسنا، أستطيع أن أفعل ذلك. حينما قلت هدف محمد صلاح الجميع انفجر من السعادة في المدرجات وكان الأمر مذهلا. جورج سيفتن، هل تتوقع أن ليفربول عنده القدرة على العودة لمنصات التتويج سواء في الدوري الإنجليزي البريمير ليج أو في الشامبيونز ليج الموسم الحالي تحت قيادة يورجن كلوب؟ بالطبع، لدينا فريق رائع يستطيع أن يفعل ذلك. في العام الماضي كان الأمر سيئاً بعض الشيء، ولم يكن لدينا نفس الزخم الجماهيري في الملعب الأنفيلد، لكن الآن نرى الجماهير متواجدة ونرى اللاعبين مستعدين أن يعودوا مرة أخرى لمنصات التتويج. لدينا الآن فريق متكامل، لدينا دوري محلي ولدينا دوري الأبطال، لدينا بطولات نسعى إليها، وخصوصا البريمير ليج هو الجائزة الأكبر لجماهير ليفربول. نحن انتظرنا 30 عاما من قبل نحرز البريمير ليج. يبقى هتاف يول نيفر ووك الون هو الأشهر في ملاعب الأنفيلد. أختم لقائي معاك طبعا بعد ما بشكرك مرة تانية وبكرر شكري على وجودك معنا أن احنا نسمع نفس الهتاف بصوت جورج سيفتن. أنا توقعت أن أسمع ذلك.
أتوقع أن أسمع هذا الهتاف في العديد من الليالي القادمة. ممكن نسمعه بصوتك قبل ما نختم لقائنا؟ حسنا، أنا لا أستطيع أن أغني بشكل جيد، لكن لا أستطيع أن أؤدي الغناء الآن بشكل جيد. جورج سيفتن طبعا المذيع التاريخي للأنفيلد، بشكرك شكرا جزيلا.